السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمت من والدي ووالدتي خصائص غير عادية، فكما تركنا شقتنا في الحلمية دون أن نأخذ خلو رجل من الحاجة وجيدة أو السيدة وجيدة صاحبة الملك هناك، كانت هناك ساكنة تسكن في الدور الأرضي في الفيلا بتاعتنا في مدينة الأوقاف في العجوزة، اسمها السيدة فاطمة سليم رحمها الله. وكان الناس يعتقدون في الحي أن هذه الفيلا هي ملكها، وكانت المعاملة بيننا وبينها مش كريمة يعني، وحصل مشاكل بيننا وبينها في أكثر من مرة، لدرجة أن في يوم من الأيام طلعوا بناتها في البيت اللي أمامنا وقعدوا يتخانقوا معانا ويزعقوا لنا. ووالدي ما فعله أنه قفل كل الشبابيك ودخلنا محدش يرد عليها إلى آخره. وده كان الخلق بتاع والدي رحمة الله عليه. وكان ليها ابن اسم محمود، كان في سني دايما، وكان ولد شاب جميل يعني وطيب الى اخره. كان عنده مرض في القلب، يعني عنده مرض في القلب. كنا بنلعب في كوره مع بعض في كتير من الاحيان، وكشباب عندهم 16 او 15 سنه الى اخره. كانت هي طبعا جالسه في الدور الارضي وجنينه ما كناش نقدر ندخلها الى اخره، الحديقه بتاعت البيت الى اخره. وفي يوم من الأيام سبحان الله وجدنا سويت وعويل وصراخ من الدور الأرضي، وإيه اللي حصل يا شباب؟ إيه اللي حصل يا شباب؟ إيه الخبر؟ إيه الخبر؟ إيه الخبر؟ إن محمود توفاه الله سبحانه وتعالى، جاله اختناق في الوقت ده، هو بيستحمى. طبعا في الوقت ده كان لسه البوتاجازات والمواسير الغاز ما دخلتش البيوت، كان الناس بتستحمى في بسخن الميه فوق باجور الجاز. مات محمود رحمة الله عليه واسكنه الله فسيح جناته وهو في سنه 17 سنة او 16 سنة او 15 سنة، مش فاكر السنة بالظبط. والمرأة اللي هي كنا بنسميها مرأة حديدية، ام رحمة الله عليها، انكسرت طبعا، عزيناها وقفنا جنبها الى اخره. نجد بعد يومين ثلاثة او اسبوعين مش فاكر بالظبط ايه، بيطلع ابنها الكبير يقول لنا ان والدتي مش طايقه تقعد في الشقه بتاعتها وعايزه تخرج من البيت تروح مكان تاني، بس لو سمحتوا ادونا مبلغ كده علشان من المال ان احنا نمشي بيه ونروح احد الشقق اللي كانت في ملك لوالدهم، تركولها في حته اسمها الكتكات في المنطقه. فلم يتردد والدي ولا والدتي على الاطلاق، واعتقد كان المبلغ ما كانش كبير جدا، ورغم الفوق ده كان كبير يعتبر 300 او 400 جنيه تقريبا. وعزناها وكذا، وخرجت المراه رحمه الله عليها منكسره لانها لم تطيق ان تجلس في هذا المكان بعد ان رحل عنها اجمل وزهره ابنائها اللي هو اصغر ابنائها محمود رحمه الله عليه واسكنه الله في سكنه. الدرس هنا يا شباب، نشوف كيف الوالد والوالدة اتعاملوا في الخصومة مع ناس يعني ربنا يكرمهم ان شاء الله ويكونوا احسن مننا في الدنيا والاخرة، ثم كيف تعاملوا مع جائحة زي كده في موت الابن. كان ممكن الوالد والوالدة يقول لا مش هنديك فلوس، لكن انا متأكد ان الفلوس دي ما كانتش عندنا في البيت، ويمكن كنا استلفناها من خالي او بعض اقربنا علشان نوفر لها المكان ده وما نذلهاش يوم قصتها. فإذا كنتم يا شباب بتسمعوا مثل هذا الكلام، لنتعلم كيف تربينا على آباء وأمهات عندهم القيم وعندهم الأخلاق، فلن نستطيع أن نجد القيم إلا في طريقة معاملتنا مع آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وجيراننا إلى آخره. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.